من الأقل للأكثر، يعني من اللي هو بيرفض قوي لحد واحنا طالعين كده نوصل للمركز الأول اللي ما عندوش أي مشكلة. فاكتبوا توقعوا، اكتبوا في التعليقات، لأن أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم. ويلا بينا نبتدي. أجمل الناس في الدنيا، وبدر اللي ما اشتركش في القناة إن هو يشترك عشان إشعاراتنا توصل له، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. ويلا بينا في المركز ال 12، حد توقع؟ الجدي المتحفظ اللي بيهمه قوي كلام الناس، الكلام عن الرجال. إذا قارناهم هو أكتر برج ممكن يزعجك بالنقطة دي، حتى لو خد خطوة إيجابية هتلاقيه بعد كده مش مرتاح، حاجة بتاكله في دماغه وعامل لك توتر في حياتك، ودايما بيفكر ويدقق والتفاصيل ونظرة الناس وكلام الناس، رغم ان الموضوع ملوش علاقة بالسن، ولكن هو شخصيته باللي نعرفه عنها صعب ان هو يتقبل الموضوع ده اذا قارناه بغيره من الابراج. هنعلى، هنوصل للمركز ال11، ويا قلبي لا تحزن، رجل اخر زيه في الفلسفة السوداء دي، هو رجل برج الثور الترابي، نفس الفلسفة، بيدقق قوي ونظرة الناس عنده مهمة قوي، والموضوع مش هيكون مريح بالنسبة له إذا خد خطوة ممكن يرجع فيها. حالهم حال رجل برج الميزان اللي بيجي في المركز العاشر، التردد واضح جدا في شخصية رجل برج الميزان، علشان كده حاجة زي دي، نقطة زي دي مش سهل إن هو يتعامل معاها. بكده نكون خدنا أكتر 3 رجال صعب عليهم يتقبلوا الارتباط بأنثى أكبر منهم ولو بيوم واحد. هنبدأ ان احنا ندخل في منطقة وسطى، وبرضو الرجال دي لازال الموضوع صعب عليهم، ودخلنا في الرجال المائية الحساسة في المركز التاسع. وقبل ما ندخل كده، يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة، لان كتير جدا من النساء طلبها، ندوس لايك بس توصل للي منتظرها او اللي عايز ان هي تفيده، وشاروا على قد ما تقدروا، خاصة بقول حبايب قلبي اللي على الفيسبوك. رجل الحوت في المركز التاسع، الموضوع خلي بالك ما هواش سهل عنده، النظرة جارحة والكلمة جارحة، أي حاجة ممكن بعد ما يكون قال خلاص وشبه أقنع نفسه إن الموضوع إيزي وما فيهوش مشكلة، يتردد وتتوتر علاقته بيكي. اللي نعرفه عن شخصيته تخلينا نقولك ان الرجل ده مش سهل عليه، على الاقل بينه وبين نفسه، ان هو يتعامل بشكل جيد او مريح مع النقطة دي. نعلن، نخش في الجد اكتر، هنوصل لرجل مائي اخر، هو رجل برج السرطان اللي بيجي في المركز الثامن، ومن ده لده الموضوع ما فرقش كتير. رجل السرطان متشابه إلى حد كبير برجل الحوت، برضو الموضوع ممكن يسبب له أزمة نفسية أكثر منها خارجيا، حتى لو ما تكلمش، النظرة، الكلمة، الطريقة، الحساسية عالية والشجاعة مش كافية للمواجهة، كل ده يخلي رجل برج السرطان صعب أيضا حاله كحال الرجال اللي سبقته إنه يتقبل حاجة زي كده. العقرب بيجي في المركز السابع، ومن بعد رجل العقرب بدأنا نخش في موضوع حلقتنا، نقدر نقول بقى الرجالة اللي ممكن تتقبل وتتعايش مع الموضوع وتدخل من هنا وتطلع من هنا مع شرح الأسباب في عجالة. رجل العقرب في المركز السابع، إذا مال يميل للي هم بيعملوا حساب للموضوع ده، إذا مال فهيميل للأبراج اللي احنا خدناها مش للرجال اللي هي في القمة. رجل برج العقرب موسوس شوية، شويتين 3 10 من الرجال اللي مش مريحة نفسها، واللي بتدقق في كل كلمة وكل نظرة وكل حرف، ودرجة الحساسية كمان عنده عالية. فلذلك من بعد رجل برج العذراء نقدر نقول، او من بعد رجل برج العقرب نقدر نقول ان احنا دخلنا بقى في موضوع حلقتنا في المركز السادس، هو رجل العذراء. هنا بقى من اول الرجال اللي فيها بشرة خير، من اول رجل العذراء، وان كان الرجال اللي بعده طبعا اكتر منه جمالا في الموضوع ده، ولكن يعتبر من اول العذراء ورجل برج العذراء. اذا حب اقتنع هيدخل من هنا ويطلع من هنا، ما عندوش مشكلة، هيتقبل ويعيش ويتعايش ويتحمل مما يجعله رجل من الرجال المقصودة في موضوع حلقتنا بتاع النهاردة. ولكن مش زي رجل برج الجوزاء
اللي بيجي في المركز الخامس يعتبر في صلب موضوع حلقتنا الجوزاء مطنشات كبير. الجوزاء بيعدي وبيحب الحياة وما بيوقفش كتير عند كلام الآخرين وانتقاداتهم ونظرتهم ليه، ومن الأبراج اللي في دماغها بتعمله واللي هي عايزاه، قول مهما تقول هعمل مدام الحاجة دي مريحاني وعجباني وبسطاني، فهو رجل في بشرة خير في الموضوع ده. موعدنا مع رباعي خط النار، الأبراج النارية حبايبي اللي أنا واحد منهم، رجل برج القوس في المركز الرابع، مطنشات كبير أيضا ومش هيركز في التفاصيل قوي، وهتلاقي الحياة مرحة ومش هيوقف حياته ولا حياتك على كلمة أو نظرة أو تهجم أو إلخ. عادي جدا الرجال دي تحديدا الأربعة الأوائل هم أكتر رجال ما عندهاش أي مشكلة، أكبر سنة 2 10 ما عنديش أي مشكلة، أنا مرتاح معاها، اولعوا قولوا اللي تقولوه اعملوا اللي انتوا عايزينه، حتى لو اتأثر دقيقة مش هيتأثر التانية، لو اتأثر ساعة مش هيتأثر الساعتين، لو اتأثر يوم مش هيتأثر يومين. وده من شخصية أو من جمال شخصية رجل برج القوس اللي بيجي في المركز الرابع. بس في المركز الثالث في رجل آخر أشد وأكثر سلاسة وجمالا في الموضوع ده، اللي هو رجل الحمل الناري. الحمل رجل أو امرأة شجاع ولا يخشى المواجهة ولا ينصاع كثيرا لانتقادات الآخرين، ودايما لما بيصمم على حاجة بيمشي بمبدأ اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه أهم حاجة أنا مبسوط وراضي وحاسس إن أنا ماشي صح واخترت صح. شجاع هذا الرجل، فبيجي معانا في المركز الثالث وينط، ما عندوش أي مشكلة إن هو يرتبط إطلاقا بأنثى ممكن تكون أكبر منه، والكلام ده ممكن ينطبق علي أنا واحد من الناس، لو شفت واحدة أكبر مني بس عجباني أقسم ما عندي أي مشكلة إن أنا أرتبط بيها، وده من خلال كمان تجربة قبل ما تكون دراسة. لكن في المركز الثاني في رجل أقوى في الموضوع ده، أشد من كل الرجال دي بما فيهم رجل الحمل في الموضوع ده، ألا وهو رجل برج الأسد الناري الشجاع اللي فيه كتير أيضا من صفات رجل الحمل، ما عندوش أي مشكلة واللي يقول يقول واللي ينتقد ينتقد، حياتي ملكي أصنعها زي ما أنا عايز، وانت قول اللي انت تقوله مجرد وجهة نظر. رجل برج الأسد دائما زيه زي رجل برج الحمل، زيه زي رجل برج القوس، زيه زي رجل برج الجوزاء، مهما انت تقول في الأول وفي الآخر هي مجرد وجهة نظر يا عزيزي. نفس الفلسفة، وأقوى الرجال وأشدهم في الموضوع ده اللي بيتصدر رجال الأبراج كلها في حلقة النهاردة هو رجل برج الدلو الهوائي، هيدخل من هنا ويطلع من هنا وما عندوش أي مشكلة، هتدخل من هنا تطلع من هنا مركبة نفاثة، الكلمة أو الانتقادة أو وجهة النظر اللي مش عاجباه ما عندوش أي مشكلة في النقطة دي. رجل برج الدلو حتى لو انت مقدمة على زواج وأكبر منه خايفة من الموضوع ده أقولك دوسي وسيبك خالص من الموضوع ده تماما، هو هيريحك جدا حاله حال رجال القمة في الموضوع ده ومش هيزعجك إطلاقا. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا سعيد جدا بكتابة تعليقاتكم وآراءكم حتى لو فيها انتقاد، وأي حد تاني يا جماعة بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد أبو زيد نصاب اقعد تابعوه، رجاء شيروا لو شايفين الحلقة مفيدة، دوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا، اللي ما اشتركش يشترك عشان يفضل متابع معانا. قنواتنا التانية اللي بيحب ان هو يتواصل معايا انستجرام او فيس، لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو، ولو انت في الفيسبوك هتلاقيهم في التعليقات، وهتوحشوني.